برحب بيكو، برحب بكل اللي بيتفرج على برنامجنا النهاردة. في معدسة الراوي هنبقى بنتكلم عن ظواهر وحاجات كتير بتحصل في حياتنا، وفي حلقة النهاردة بنتكلم عن السرعة، عن الآفة اللي بقت في كل الوقت الحاضر بتاعنا، ان احنا بقى عندنا الأيام بتعدي انها ثواني، وفجأة بنفوق بنلاقي نفسنا الوقت عدى، والوزنة الجميلة اللي ربنا ادهلنا اتسرقت من بين ايدينا واحنا مش حاسين. النهاردة هنتكلم مع أمجد عن الفيلم بتاعه، هنعرف عنه أكتر، هنعرف عن ظروف ما هو اتعمل، وهنتكلم مع دكتور شادي جورج عن إزاي نقدر نتعامل مع السرعة الرهيبة اللي احنا بقينا عايشين فيها. خليكم معي. فيلم الفكرة بتاعته جاتني من خلال يعني ايه مكالمة جاتني على التليفون، حد يعني ايه طالب مني طلب، فبيقول لي هقفل واكلمك كمان 5 دقايق تكون عملته لي. فانا بقول له 5 دقايق؟ قال لي يا ابني مش اكتر من كده. فبقول له ايه ده يعني؟ قال لي ما انت انا هقعد استناك. فقلت له خلاص اوكي، يعني في السر الطلب بعد 5 دقايق اديته له يعني. فحسيت ايه ده، احنا بقينا في عصر يضغي عليه السرعة بشكل جنوني، فاحنا بنطلب الطلب كمان 5 دقايق عايزين ننفذ الطلب ده. بصيت بقى ابتديت ايه جوايا فكرة تتكون، ايه ده الاكل بقى كده، نطلب الاوردر انا قاعد في العربية على بال ما اروح الشباك يكون الاوردر بتاعي جاهز استلمه وامشي. فبقت الحياة سريعة، السرعة دي طاغت علينا لدرجة ان احنا بقينا نطبع دوت على علاقتنا بربنا. انا هسالك عايزك ترد عليا دلوقتي. طب ربنا عنده بيتأنى اوقات لي توقيتات، اوقات لي امور، وانا بسبب انه عارف شويه حاجات اوقات بتخيل ان انا اللي في ايدي السلطه، يعني انا اللي ايه، بص انت لو قلت لفلان وقلت لكذا وعملت كذا احنا نقدر نمشي، يبقى الطريق اهو. بس ربنا بيبقى ليه توقيت تاني او ليه طريق تاني، فهو دوت اللي بيخلينا لا احنا فقدنا الطريق او فقدنا الاتجاه، علشان دوت انا حاسس ان في ايدي السلطان انا مش في ايد ربنا. فبالفيلم دوت حسيت انه احنا بنرجع السلطان تاني، او بنرجع الطريق تاني، او المسار الصحيح بتاعنا ان احنا نرجع الامر يبقى في ايد ربنا مش في ايد الانسان. حسيت انه موضوع السرعه اللي احنا بقينا فيها كان مأثر عليك وانت بتنفذ الفيلم؟ موضوع السرعه طبعا اثر علينا احنا بننفذ الفيلم. الشخص اللي كان معانا اللي بيمسه يعني اللي مد ايده اكتر في القصه دي، فهو كان ايه بيستعجل، يلا 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 انا جاهز هنا، يلا نعمل كده. فلا كان في الوتيره السريعه بتاعت الحياه عامه، فطبعا اثر علينا احنا وبننتج الفيلم عنه. غريب جدا العالم ده، مع اننا في عصر السرعة بس تلاقي فيه ناس برضو مصممة تمشي على مهلها، وفاكرين كلمة على مهلك هتعيش للأبد. الحياة دلوقتي بقت عاملة زي النسكافيه اللي بيدوب بسرعة، شوية مية من الكاتل ويخلص. الو، ايوه، لا خلاص الصفقة دي تمام، احنا اتفقنا على كده. وبعدين؟ طب ثانية معايا كده. الو، ايوه، ده حتى الشغل دلوقتي ممكن اخلص اغلب الامور فيه بالموبايل. ايوه باشا معاك، والفلوس في البنك والفيزا تعمل احلى شغل. بس من كام يوم وانا نازل قابلت دينا دي واحدة جارتنا، من كتر السرعة اللي في حياتي ما اخدتش بالي انها ممكن تكون كبرت كده.
وبعد كام تليفون ما بيننا قلت لها اني بحبها وعايز اتجوزها. كنت بكلمك كنت عايز اقولك حاجه كده. قولي. تتجوزيني؟ الصراحه كنت منتظر منها تقولي بحبك وموافقه، بس اتصدمت لما قالت لي انها عاوزه تاخد وقت تفكر فيه وتصلي، مع اني كنت متخيل نفسي جاهز وان عريس ما يترفضش. ساعتها بس حسيت ان مش كل حاجه في ايدي وان اقدر اعملها في اي وقت انا عايزه زي ما انا كنت متخيل. يبدو ان ربنا اللي بيقولوا عليه ده حقيقي، بس هو فين؟ مش هنا ولا هنا. ولا حتى هنا. هو ليه مش عايز يرد عليا؟ حتى بعد ما اتجوزت دينا وربنا اكرمنا بكريم بقى نفسي اشوفه كبير. كيكو. ايه ده يا بابا جه؟ ازيك؟ بص انا جبت لك ايه؟ الله. ايه رايك؟ كيكو. بس انا جبت له ايه تاني؟ ايه رايك بقى في الكوتشي ده؟ بقى نفسي اشوفه كبير. هو حلو وكل حاجه بس ده مقاس رجل طفل. ايه ده ما ينفعش البسه دلوقتي؟ ده عايز طفل بيجري. ازاي؟ طفل لسه بيحبي. اوقات كتير بشتري له هدوم كبيره، نفسي اشوفه كبير. بس بقيت بحس اني لازم اصبر. كل حاجه في وقتها بتكون حلوه. كيكو. انت معايا؟ كيكو. معرفش ليه وانا بساعد كريم، حسيت بإيد ربنا هي كمان بتساعدني، وكأن صوت بيقول لي على مهلك انت كمان، وزي ما انت صابر على كريم انا كمان صابر عليك. بقينا كل حاجة عاوزينها بسرعة، مش قادرين نقعد قدامه ونفهم اللي على قلبه. اتعودنا والزمن طبع فينا انجز يا عم. بس مش كل الامور هينفع تكون كده، اصل الحياة كلها مش نسكافيه. البيبي لازم يحبي قبل ما يمشي، ويمشي قبل الجري. في الوقت اللي بقينا فيه كل الشركات بتتصارع وبتتنافس ان هي تبقى بتوصل الخدمة للناس من غير وقت انتظار خالص، الكتاب المقدس بيقول وبيتكلم عن الانتظار. من في كل تفاصيل الفيلم في حاجات بتقول لنا ازاي كل حاجة ما بقاش فيها بركة، كل حاجة بقت بتتاخد تيك اوي، بتتاخد بسرعة وما ينفعش نستنى خلاص. الانتظار بقت كلمة مستحيل نسمعها في زماننا دلوقتي. في الفقرة اللي جاية هنبقى بنتكلم اكتر عن ازاي ايماننا المسيحي بيرد على ازاي السرعة قتلتنا، وازاي نقدر ننتصر على ده بنعمة ربنا. نرحب بيك يا أنكل. أنكل شازي، إزاي حضرتك؟ كويس، شكرا لله. النهاردة بنتكلم عن عصر السرعة والحاجات اللي كلها بقت تيك اوي في السريع. فكنت حابة أسأل حضرتك، من 30 أو 40 سنة لما اخترعوا وسائل المواصلات اللي سرعت حياتنا وخلت الدنيا أسهل سموه عصر السرعة، دلوقتي نقدر نسمي العصر بتاعنا إيه؟ أو 30 أو 40 سنة أنت ما كنتش اتولدت لسه. لكن كان فعلا طلع حاجة يعني بسبب التواصل، وسائل التواصل والاتصالات، قالوا ده عصر السرعة. طبعا لا يقارن باللي احنا فيه. أنا بعتقد أن احنا دلوقتي مش في عصر السرعة، لكن احنا في عصر العالم بين يديك، لأنه الكيبورد هو بيقي كل حاجة. فمش فكرة سرعة دلوقتي، كل حاجة عاوز يعرف، عاوز يشتري، عاوز يبيع، عاوز يتجوز، عاوز يعمل كل حاجة على الكيبورد. فاحنا أعتقد أن احنا نقدر نسمي العصر ده عصر العالم بين يديك. طيب يا أنكل، حضرتك سميت العصر ده العالم بين إيديك. ازاي العصر ده ممكن يبقى غير من الاخلاقيات بتاعت الناس والقيم وكل الاسس بتاعتهم؟ لا، هو غير كتير الحقيقه. وخلينا ناخد على البعد الشخصي يعني الفردي، اعتقد ان اول تغيير انه خلى الانسان وحيد جدا، منفصل عن الدنيا، منفصل عن اسرته، عايش في عالم خاص بيه، ممكن يكون عالم افتراضي يعني.
مساعدش يعني الجيمز بتاعته دنيته وتفكيره، فبقي وحيد خالص، وده أثر على الارتباط الأسري وبالتالي كمان على الارتباط المجتمعي. المجتمع بقي فرادة، مش يعني مش في يونت، فين وفين على بال ما يجي حدث يربط الناس. لكن الجزء الأولاني في العالم ده اللي تحت ايديك ان الإنسان بقي وحيد. النقطة الثانية اللي لازم هتيجي مع احساس الوحدة ده هو هيتحول الى انسان اناني جدا، مزيد من الانانية، لا يهتم الا بنفسه وبمشاعره وباللي عاوزه. ودي برضو حاجة خطيرة جدا، لانه مش حاسس، هو مش عايش غير في الحاجة اللي هو الكيبورد بتاعه او السيلفون او الموبايل يعني باللي يقدر يتواصل بيه. الحاجة الثالثة ودي مهمة ايضا، انه اصبح له يعني عايش في اللحظة، يحب اللحظة، يحب كل حاجة تيجي دلوقتي الآن، اتعود لما يعوز حاجة يجيبها، لما يعوز يشوف حاجة يشوفها. الأجيال اللي زينا يعني، أو يعني مش كمان الأصغر منها شوية، كانوا يعرفوا حاجة اسمها مثلا بابا عايز كذا يقول له على العيد، يجيب لك على العيد، أو لما كذا. دلوقتي ما أعتقدش أن في حكاية لما أو على العيد ولا بتاع، اللي عايز دلوقتي هيجيني. بقي إنسان بتاع اللحظة ومش قادر يعني ما بقاش في حاجة اسمها فيما بعد، بقى عايش لحظته وعاوز يستمتع باللحظة بأكبر قدر ممكن، وده تغيير كبير جدا على الكاركتر أو الشخصيات الإنسانية. فأنا بعتقد دول على المستوى الإنساني أكتر حاجة حصلت في عصر العالم بين إيديك، إن الإنسان بقي وحيد، بقي مزيد من الأنانية، بقى عاوز يعيش اللحظة يعني. طيب أنا يعني عايزة أسأل، هل ده كمان بالتبعية أثر على إيماننا بشكل ما؟ بكل تأكيد، لأن الإيمان هو الإيمان حياة، الإيمان حياة، فاللي بحيا أنا بآمن بحاجة بحياها وبحيا اللي بؤمن بيه. فالإيمان حياة، الإيمان ما هوش دين بننفذ فيه بعض التعليمات ومنفصلة عن اللي أنا بعيشه، أنا بصلي وأصوم مش عارف إيه وأخلص، لا أنا بعيش إيماني. فبالتأكيد لأن إحنا يعني عندنا أبعاد كبيرة في يعني مثلا يعني التنبير الشديد جدا في إيماننا المسيحي على العلاقة مع الآخر ضاعت في هذه الأيام، فبالتأكيد إيماني هيتأثر في قصة العلاقات مع الناس. انتمائي الذاتي ده اللي أنا عمال قاعد جنب الكمبيوتر وعايش فيه وبتاع، خلاني يعني لا أستطيع أن أفهم يعني كنيسة. يعني كنيسة طبعا مش المبنى بمعنى المبنى اللي أنا بروحه مرة في الأسبوع ولا مرتين، الكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين، يعني حتى كلمة كنيسة تعني جماعة المؤمنين، فأنا وحدي. لا بالتأكيد أثر على حياة الإيمان بشكل كبير جدا. يعني بصراحة يعني أنا شايف الأجيال دي أكثر قلقا من مش عارف أقول مننا، كل ما أقول مننا يعني الجيل بعيد قوي، لكن خليها يعني من جيل الناس اللي في الأربعينات والخمسينات، لأنه يعني عارفة لما تقولي الواحد هجيبها لك على العيد، استنى يبقى احنا في شهر مايو هيجيب له على العيد اللي جاي في يناير قدامه 8 أشهر. فلطيفة يعني ان كان بيتعود على ان مش كل حاجة دلوقتي، الصبر يعني بالضبط. تعرف الأطفال عموما عايشين في القصة دي بتاعت دلوقتي، يعني زين البابا دلوقتي، يا بابا دلوقتي، عايز دلوقتي. فأنا ما أعتقد أن الناس كلها بيت عايزة دلوقتي يعني، لكن بيأثر على إيماننا بالشعب بكل تأكيد. طيب يا أنكل، أنا كنت عايزة أسأل عن تأثير ده على العيلة، يعني إزاي إحنا قلنا أنه الشباب بقوا محبوسين قوي في الجيمينج وفي السوشيال ميديا وكده، هل ده طال برضو الجيل اللي هو الأباء والأمهات دلوقتي ولا لأ؟ وإزاي ده أثر على مفهوم العيلة أو ترابط العيلة؟ وما في شك أنه حتى لما دخل الأباء دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي بيعملوا حاجات لطيفة، يعني الشباب بيضحك عليها لأنهم مش قادرين يستوعبوا كل حاجة، يعني حتى خصوصا يعني الناس كبيرة شوية مش قادرين يستوعبوا، لكن دخلوا على الخط. لكن ما أقدرش أقول حصل في, 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 في الناس الكبار تغيير في الشخصيات، لأنه دي يعني اتكونت. لكن اللي تقدري تلاحظيه في الأسر دلوقتي أن أصبحت العلاقات بين الأجيال، يعني بين الأولاد والأباء وكده، هي علاقة نفعية. يعني بما أن العواطف قلت قوي، بما أن المشاعر مش واخد حقها، بما أن ما فيش مشاركات، فبقي اللي أنا عاوزه هو المهم، وبقي
اللي انا عايزه من بابا يجيبه لي هو ده الاهم. ويمكن الاباء برضو شافوا ان دي احسن طريقه لشراء رضا العيال يعني في المشغوليه، نجيب لهم اللي هم عاوزينه عشان يحبونا. والحقيقه العيال ما يعني الشباب ما او الصغيرين عموما، لان دايما الجديد المعروض قدامهم كتير كتير كتير، فحاله الاكتفاء مش موجوده، يعني حاله الاحساس بالاكتفاء مش موجوده. فطبعا بالتاكيد الحاله دي الانانيه الفرديه اللي كانت موجوده وسط العيله اثرت على الكبار والصغار. كبار دلوقتي بقى الشيء هو الشيء، الهديه اللي عايزينه هو المحور. العيال بتزن على موبايلات، العيال بتزن على كمبيوترات، العيال بتزن على لبس بطريقه معينه، عايزين يروحوا حتت معينه. بقى دي القصه، الحوار اللي داير بين الاباء والابناء اكتر الوقت. ما فيش غير كده، غير انا عاوز وانت لازم تجيب لي. انا بتاثر يعني، انا الحقيقه يعني انا خايف تكوني حسيت ان انا راجل سلبي جدا في يعني، بس انا راجل سلبي بصراحه في القصص دي. يعني مش قادر يعني، شايف قدامي من النماذج اللي عم بشوفها تاثير سلبي كتير قوي في الحياه يعني. لا، وانا يعني انا اتفق مع حضرتك جدا، ومش شايفه ان حضرتك سلبي، بالعكس احنا شايفه انه دلوقتي محتاجين نتكلم اكتر من زمان بكتير عن المرض او الفيروس بتاع ان احنا بقينا كل واحد عايش في عالم لوحده. فلا حضرتك معاك حق طبعا. شكرا. العفو. طيب ازاي انكل ايماننا المسيحي ممكن يكون بيرد على الموضوع ده؟ بس هو ايماننا المسيحي صعب بس حلو، ودايما كده الحاجة الصعبة حلو، دايما الحاجة السهلة بتضيع بسرعة، ملهاش قيمة. الإيمان المسيحي إيمان قوي لكنه صعب. الحاجة الأولانية إنه العرض بتاع أفكار إيماننا يعني ساعات بتبدو إنها سهلة وسطحية. لا، يعني إحنا عندنا قيمة كبيرة قوي في الكتاب المقدس من أوله لآخره، اسمها الانتظار. والانتظار ده لأن بيدينا فكرة على أن ربنا ليه توقيتات، ليه توقيت. فعشان أعيش في مشيئة الله لابد أتعلم أن أنا أنتظر توقيتات الله. لو أنا متسرع، لو أنا عايز كل حاجة بسرعة، غالبا ما مش هتوصلني فكرة صحيحة عن ربنا، هشعر أنه بيحرمني. في حين أنه هو كأب صالح له توقيتات في الأمور معينة. يعني مثلا لما يجي طفل سنه مثلا سنتين ثلاث سنين ولا حاجه، يطلب من ابوه عجله عشان يلعب بيها في الشارع، الاب ما بيجيبهالوش في الوقت ده لانه عارف انه خطير، يمكن يجيبها له لما يكبر شوي. ففتره الانتظار بين الاب، بين تلبيه الاب لاحتياجات الابن دي مهمه قوي. في ايماننا لازم يكون في انتظار. من اكثر الايات واكثر الكلمات اللي ذكرت في كلمه الله كلمه الانتظار، ودي حاجه صعبه جدا، لكن دي بتيجي بالتدريب، ان الانسان يتعلم الانتظار. لو الانسان حط في ذهنه ان الايمان شيء حلو يتعاش، عملي، بيأثر على الحياه، يدي سعاده حقيقيه مش وقتيه. هذه كل حاجه بتدي سعاده وقتيه موجوده مرميه في الميديا يعني، موجوده. لكن عشان تدي معنى للحياه الانسان يبقى يعني شعر ب ب ب برضا عن شكل حياته اللي بينفذ فيها مشيئة إلهه اللي بيستناها. مع الوقت بيستناها، بينضج ويكبر. لما كل أب بيستنى اللحظة دي من ولاده أنهم يكبروا وينضجوا، عندهم الانتظار، عندهم الصبر في احتمال الأمور. دي القصة. فإيماننا يصالح الحكاية دي بالعلاقة اللي فيها تدريب، علاقة جادة مع ربنا. كلمة الله بالنسبة لي ما هيش أوامر رزلة، ده اللي فيها مصلحتي. فالشباب محتاجين يعرفوا من كلمة الله كويس ويصدقوها ويعيشوها. يعني عندنا في الأمثال من طلب العلا سهر الليالي. إذا كان واحد عشان يبقى عنده دراسة ولا حاجة زي كده مستوى عالي بيتعب. ليه عايزين ناخد الإيمان سهل؟ عشان كده أنا ابتديت قلت الإيمان صعب، أو حياة الإيمان صعبة لكنها حلوة. عايز تدريب، عايز ارتباط بكلمة الله، عايز ارتباط بجسد حقيقي. هي فيها كمان جزء كبير قوي معركة بين الرغبات الإنسانية. ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. الواحد لو فهم كده أعتقد أنه ممكن يتقبل الإيمان ويعيش فيه. طيب أنا عايزة يعني نفسي
نمشي خطوة أكتر ناحية الخطوات العملية، يعني إزاي بقى ممكن نفعل الكلام ده وفكرة الانتظار وفكرة الانتظار في فترات التشكيل وهكذا، إزاي نفعلها في حياتنا كبار أو صغيرين؟ يعني هل في خطوات عملية زي التدريبات الروحية كده هي بتيجي برضو؟ أنت جبت إيه كان؟ جبت الكلمة الأساسية وهي التدريبات الروحية. يعني مين قال إن إيماننا هو حالة من يعني بنقبل المسيح وبعد كده بنعيش في حالة من الكسل؟ ده كلام مش مظبوط. ومين شال من إيماننا قصة الجهاد؟ لا، الجهاد يعني احنا مطلوب حياة جهاد وجهاد بالصبر. وفي آية جميلة قوي بحكي فيها على الرب يسوع لما بيتكلم عن بيقول كده: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فلنطرح كل ثقل. هو كان بيتكلم على فكره، بالمناسبه هو كان بيتكلم هنا على المتسابق اللي بيجري في السباق في الاستاد، فهو كلمه محاضر هنا عن نجري. فهو بيقول كده: اذ لنا سحابه من الشهود محيطه بنا، اللي هم الابطال الايمان اللي قاعدين في الاستاد، يعني شايفين يوسف، شايفين دانيال، كلهم قاعدين في دول بيشجعونا. السحابه من الشهود مقدار هذه فلنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، وانه حاضر نجري بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. أنا لعبت رياضات كتير، من ضمن الرياضات اللي لعبتها اللي يعني من غير عايز أقول من يعني اضطريت ألعبها في دورة من الدورات هي الجري. والحقيقة يعني تجربتي قاسية جدا، يعني أنا ساعتها يعني كنت بلعب رياضات عادية، بس لما طلبوا أن أنا أجري فأنا جريت في سباق من السباقات الحقيقة، وفي اخر السباق ترميت على الارض كنتش لاقي نفسي، والناس بيقولوا لي يلا يا برافو يا بطل، وانا كنت هموت. فالفكره ببساطه انا كنت بجري بدون يعني زي ما الكتاب بيقول: كل من يجاهد كل من يجري يكلل قانونيا، يجري صح. فانا ما اتدربتش. ايوه، وممكن انسان حياته، لكن هو جهاد، هي حياه جهاد بس اخرها حلو واثناءها حلو. مش حاجه يعني مش مثلا الحياة المسيحية غلب وتعب ومعاناة وفقر، ما فيش كلام ده، ده حياة حلوة مشبعة والله أعطانا كل شيء بغنى التمتع، بس عايز جهاد فيه بصبر أمام المبادئ عشان أسامح، أو الصبر عشان أدرس، أو الصبر عشان أغفر، أو الصبر كله عاوز جهاد. أنا أعتقد محتاجين نحن نرجع لفكرة الجهاد في إيماننا ضد كل ما هو في الإنسان العتيق بتاعنا اللي من جوه اللي بيحاول يحدنا إن احنا نتحرك صح في الملكوت. أحب أسمع من حضرتك يا أنكر رأيك أو تعليقك على الفيلم اللي بيتكلم عن السرعة. يمكن أكتر حاجة برضو، ولو أن أنا مش شايف إن الشباب دلوقتي عاوزين يتجوزوا بسرعة، بالعكس ده مش عاوزين يتجوزوا خالص، مش عارف ليه، لكن هو راجل كان عاوز يتجوز بسرعة. وأعتقد إن كتير من أسباب الفشل في الارتباطات الجديدة هو السرعة، ان هو يعني الزواج يعني بيحب دي وعاوز دي دلوقتي وعاوز دي بأسرع ما يمكن، وبعد كده لما بيتجوز بدون إعداد بيفاجئ باختلاف الآراء واختلاف البتاع، فبيبقى فيه كوارث. بالذات 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 موضوع الزواج مش لازم يتاخد بسرعة، لا مش لازم يتاخد بسرعة مهما كان. طبعا يقول انا عرفتها كويس وعرفتني كويس، بطول نهار هم الاثنين على الفيسبوك. أيوة. عرفتها يعني الفيسبوك ده مش بيوري حاجه لحد، يعني افتكر واحد تعليق من واحد زميل او من صديق صغير، يعني قال يوم ما شفت اللي كان عمال يعمل معاه تشات حصل له صدمه. ما هو اصل اللي هي البتاع اللي اسمها اللوك دي اللي اسمها الايه اللي بحطوها في الصوره دي، الفلترز، لا اللي هي صوره البروفايل. ايوه البروفايل، ابعت بروفايل حاجه وبعدين يشوف الواقع حاجه تانية. لكن لا الفيسبوك ولا يعني الزمن هو المهم والكفيل بان الناس تفهم بعض اكتر. عشان كده على مهلك جدا جدا في موضوع اختيار شريكه الحياه، والعكس للبنت اقول لها على مهلك جدا، ما يبهركيش باي حاجه، ولا حتى انك إن عنده يسموهم ايه يعني عامل اكاونت والناس بتعمل له كده كتير، حتى لو عنده ناس بيعملوا له كده كتير ما تفرقش، على مهلك، لان دي خطوه يعني صعب جدا الرجوع فيها، خطوه الزواج يعني.
طبقا لإيماننا يعني. فلا هنا ما ينفعش السرعة. فالفيلم بيأكد على حاجات زي كده، وكويس انه بينبر على حاجات زي كده يعني. ماشي يعني الناس تتجوز بسرعة؟ لا الناس ما تتجوزش بسرعة. لا هي الفكرة يعني انا عايزة اثني على كلام حضرتك واقول انه فكرة عدم الانتظار او فكرة ان احنا عايزين كل حاجة تحصل دلوقتي جاية من انعدام الصبر. انه انا من بدري اتعودت انه انا ببقى عايز اكل بجيبه على طول، ببقى عايز حاجة البسها بشتريها على طول وهكذا. فايه اللي يخليني لما عاوز اتجوز بنت يعني ما اتجوزهاش على طول يعني؟ ديليفري على طول. فمش بعيد صدقني نلاقي ده بيحصل كمان سنتين ثلاثة. عايزة اشكر حضرتك قوي يا انكل على كل النصايح والكلام الجميل اللي حضرتك شاركتنا بيه النهاردة. شكرا لوجودك معانا. شكرا يا ماما.